مرحبا بكم مشاهدينا في إطلالة جديدة على أداء البورصة المصرية من خلال برنامجكم مؤشر نيل، والذي نستعرض فيه بالأرقام والتحليل مؤشرات السوق التي تبين أداؤها في ختام تعاملات الاثنين وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والمصرية، قبلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 12% مسجلا 8305 نقاط، وهبط مؤشر EGX20 محدد الأوزان النسبية بنسبة 2% مسجلا 10053 نقطة، كما نزل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 12% مسجلا 1036 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX50 بنسبة 36% مسجلا 592 نقطة. ونتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث تصدر قطاع العقارات بنسبة 21.4%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 20.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 15.97%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 10.78%. أما بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 91.96%، بينما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء وحصلوا على 5.38%، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء أيضا وحصلوا على 2.66%. يأتي هذا فيما اتجه الأفراد نحو الشراء واستحوذوا على 14.23% من التعاملات، بينما اتجهت مؤشرات نحو البيع واستحوذت على 85.76%. أما بخصوص الأسهم الأكثر ارتفاعا، فقد تصدرها سهم بنك البركة مصر بنسبة 6.81%، ثم سهم دلتا للإنشاء والتعمير بنسبة 6.42%، يليه سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 5.10%، ثم سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنسبة 5.3%. وبالنسبة للأسهم الأكثر انخفاضا، تصدرها سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 8.64%، ثم سهم أطلس لاستصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي بنسبة 6.77%، تلاه سهم جراند انفستمنت للقابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.25%، ثم سهم مجموعة جي بي أو تي بنسبة 5.83%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نحو 419 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 481.3 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.8 مليار جنيه. وللمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية اليوم، ينضم إلي في الاستوديو الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال. بالرحب بحضرتك أستاذ عيسى. أهلا بك. يعني اسمح لي أن نأخذ تقرير ونتابع هذا التقرير حول أداء البورصة المصرية قبل أن نبدأ الحوار. اكتست مؤشرات البورصة المصرية باللونين الأحمر والأخضر في دلالة على تباين أداء أسهمها في ختام تعاملات الاثنين. السوق تأثرت بعمليات بيع من قبل المؤسسات والصناديق العربية والمصرية، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة ربح نحو 419 مليون جنيه، ليصل إلى مستوى 481.3 مليار جنيه، وسجل إجمالي التداولات قرابة 1.8 مليار جنيه. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع بنسبة 12%، كما هبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 12%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 36% من قيمته.
من جانبه أعلن رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أنه يدرس جديا اتخاذ قرار بزيادة زمن جلسة التداول بالبورصة إلى 5 ساعات بدلا من 4 ساعات حاليا. وأوضح عمران أن جلسة التداول ستبدأ في 9:30 صباحا بدلا من 10:30 على أن تنتهي في مواعيدها الطبيعية في 2:30 ظهرا. وأضاف عمران أن جلسة التداول في شهر رمضان ستكون 3:30 بدلا من 3 ساعات لتبدأ في 10:00 صباحا وتنتهي في 1:30 ظهرا، مشيرا إلى أنه سيحسم القرار الثلاثاء. ولفت عمران إلى أن جميع بورصات العالم تبدأ تداولاتها في 8:00 صباحا باستثناء بورصة مصر التي كانت تبدأ في 10:30. وأكد عمران أن هذا الاتجاه يعطي إشارات إيجابية على استقرار الأوضاع والتحسن الاقتصادي الكبير المتوقع. سامح الجويلي، النيل. يعني أستاذ عيسى، يعني من الملاحظ أن هناك تباين في أداء البورصة المصرية اليوم. كان هناك عمليات بيع من قبل صناديق الاستثمار العربية وكذلك المصرية، وعمليات شراء في المقابل من الأجانب. يعني كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم بشكل عام؟ هو أداء البورصة اليوم لا يختلف كثيرا عن جلسات الأسبوع الماضي وجلسات بداية هذا الأسبوع من أمس. يمكن نقدر نقول ان هذا الاسبوع يعتبر افقر اسابيع التداول حتى الان. التداول مثلا النهارده في سوق الاسهم لم يتجاوز 380 مليون جنيه، اما الباقي بقيه ال 1.8 مليار دول عباره عن سندات او متعاملين رئيسيين. وامبارح كان نفس الشيء برضو، الارقام كانت هزيله في التداول. وده بيعكس تحفظ المستثمرين سواء في البيع او في الشراء، رغم انه من الاسبوع الماضي واحنا الاتجاه ده موجود، اتجاه تراجع بدا قوي شويه وبعدين ضعف ضعف، وبعدين وصلنا عند نقط نقول عليها واخد اتجاه عرضي او اتجاه لا صعود ولا هبوط يعني. وده بيبقى اتجاه عاده بيصيب المستثمرين بالملل يعني. رغم انه الاسبوع اللي فات كان في احداث تدعو للابتهاج، في تشكيل وزاري جديد، في عودة مصر إلى حضن إفريقيا مرة تانية بعد في مجلس السلم أو الأفريقي، وكان حتى كان عندنا زيارة الملك المملكة العربية السعودية كانت موجودة أول أمس. ورغم ذلك المؤشرات برضو ماشية في نفس الاتجاه. طيب لماذا لم تبتهج البورصة بهذه التغيرات الإيجابية يعني؟ خاصة أن احنا في الخميس قبل الماضي كان المؤشر الرئيسي وصل إلى 8746 نقطة، يعني يوم 12/6. يوم النهاردة احنا بنتكلم في 8305، أي انخفضنا بما يقارب 450 نقطة على مدار السبع جلسات اللي فاتوا دول. طيب أنا في تقديري أن السبب الرئيسي يعود إلى ما يجري في العراق. عشان أوضح المسألة، احنا دلوقتي بقى معلن في مصر أن عقيدة الأمن القومي المصري داخلها أمن الخليج، وما يحدث في العراق يمكن أن يمس بشكل مباشر أمن الخليج، وخصوصا الدول التي تؤيد مصر فيما وصلت إليه. وهذه الدول أخذت على عاتقها دعم مصر اقتصاديا سواء مباشرة أو من خلال تنظيم مؤتمر كما دعا إليه الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية. طبعا المستثمر عندما يقرأ ذلك يرى هذه الأحداث بيجد أنه أمام خطر ما كانش موجود في اعتباره حتى على مدار السنين اللي فاتت. المخاطر التجارية أو المخاطر الاقتصادية سهل حسابها، لأنك بتقدر تتنبأ بيها وتقدر تقول توصل لفين وتعرف تقول كيف أتجنب هذه المخاطر. أما المخاطر السياسية اللي بتعمل لك شوشرة على القرار، بتعمل ضباب، بتجعل المخاطر غير واضحة، وبالتالي كيف تعمل في ظل هذا الضباب. فهنا بقى المسجل في روع المستثمرين انه ننتظر ونرى. اللي معاه الاسهم خايف يبيع بالاسعار دي لانها برضو خسران فيها، ويخشى انه تتحول الامور في لحظة فهي لا يجد هذه الاسهم وترتفع منه. واللي معاه فلوس مستني الامور تتحسن لغاية ما تبقى في اشارة في السوق بتقول
ده في صعود هيحصل فالحق اخش فيه. يعني معنى كده اللي احنا هنستمر على هذه الحاله في هذا التراجع طالما استمرت الازمه العراقيه واستمر التوتر؟ هو مش هيبقى تراجع قد ما هيبقى اتجاه عرضي. يعني ممكن ما يبقاش في قسوه في الهبوط وما فيش يعني ايه شكل واضح للصعود، فيبقى الاتجاه عرضي لان الازمه دي هتظل موجوده الى ان تتضح لها ملامح. وهنا برضو احب ان اشير الى ان مؤشرات البورصه كاشفه لمتخذ القرار تجاهلها. لابد ان نصدق هذه المؤشرات لان اللي بياخدوا القرارات فيها ناس بتدفع فلوس، يعني بتدفع مدخرات شقى سنين عندها، فلازم نتعامل معاها. ايه اللي مفروض يتعمل عشان هذه المؤشرات تاخذ اتجاه تستحق البورصه او تستحق الاسهم الموجوده فيها؟ طب حضرتك يعني كان هناك بيع عمليات بيع من قبل الصناديق العربيه، وربما هذا للازمه العراقيه وهي ازمه عربيه بالمقام الاول، طب لماذا يبيع المصريين ايضا في هذه الظروف او في هذه الاوضاع خاصه في ظل حاله ربما شبه الاستقرار السياسي حتى الان مع انتخاب الرئيس والحكومه؟ ما هو دلوقتي اصبح الكل في الهم شرقه، يعني سواء كانوا عرب او مصريين. اللي بيشتري عندك دلوقتي بس الاجانب اكتر من غيرهم، لان دول عندهم سياسه نفس طويل. لان انت ما تنساش ان اغلب اللي بيتعاملوا في البورصه مضاربين، ما هماش استراتيجيين في استثماراتهم، يعني عكس الاجانب. الاجنبي ما عندوش مشكله انه يعمل ياخد بوزيشن ويقعد عليه سنين، يعني دي مش قصه بالنسبه له. لكن انت النهارده بتتكلم على صناديق محليه او صناديق عربيه، خاصه ان الصناديق المحليه عندنا ممكن تتعرض لنوعين من الضغط وانت داخل على نهايه ربع زي 30/6. الضغط الاولاني ياتي من انه عاوز يعمل ارباح محققه او يحقق ارباح يستطيع منها اجراء توزيعات في اول يوليو القادم، فبيعمل ما نسمى بالارباح بالريالايزد بروفيت او الربح المحقق، ليه؟ عشان يقدر يصرف من ربح هتحقق فعلا، يعني ما يقدرش يصرف من ربح دفتري. اتنين، الضغط الثاني ممكن يكون عنده استردادات في قيم الوثائق. فالنهارده حامل الوثيقه بتاعت الصندوق بيروح للبنك اللي هو البنك الصندوق بيتعامل معاه يقول له انا عايز فلوس. الصندوق بتبقى اغلب فلوسه اسهم، فبيضطر يبيع الاسهم عشان يقدر يسدد لحمله الوثائق ده. ممكن المشكله بقى هنا كمان تتعمق بانه ما يعرفش يبيع الوثائق اللي تم استردادها، فبالتالي ما يقدرش يخش يشتري تاني. فهنا ده ما بيديش اشاره للمستثمر الفردي يخش ولا لا، اذا كانت المؤسسات لسه بتبيع طب انا هشتري ليه؟ استنى لغايه ما اشوف الاسعار تبقى كام؟ ليه هشتري غالي طالما ممكن الاقيه اقل؟ وانا مستعد اشتري غالي بس ابيع اغلى. تمام. طب حضرتك يعني دلوقتي يمكن هناك وعود من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرارات وقوانين اقتصاديه تشجع عمليات الاستثمار، هناك ايضا وعود من الحكومه لزياده الاستثمارات ايضا ويعني اعاده تشغيل المصانع المتوقفه، ايضا هناك احنا على اعتاب مؤتمر للمانحين، هل كل هذه الابواب يمكن ان تساعد في نشاط البورصه المصريه خلال الفتره القادمه؟ هي المفروض انها تشجع على ذلك، لكن زي ما قلت لك لما يبقى في متغير استراتيجي زي امكانيه ان تنشب حرب في المنطقه، زي امكانيه ان تكون هناك مشكله بين السنه والشيعه في العراق يتناصر لها المناصرون من جهات شتى، اعتقد بتخلي كل هذه المتغيرات في هامش الشعور وليس في بؤره الشعور، ويظل في بؤره الشعور الخطر اللي بيهدد هذه المتغيرات. فده هو السبب في انه، لكن وانس هذه المشكله توقفت او تم تحجيمها وتم حصرها، كل هذه المتغيرات هتبقى أرباح كامنة للمستثمرين في السوق، هتنطلق بعد كده من عقلها يعني. طب يعني كان رئيس البورصة يمكن أعلن عن زيادة عدد ساعات التداول من 4 ساعات إلى 5 ساعات تقريبا، يعني إذا طبق هذا الأمر كيف سيؤثر على أداء البورصة المصرية؟ أنا أعتقد أنه لن يؤثر، وهيبقى نوع من التعذيب الزيادة للمستثمرين والموظفين في الشركات، لأنه 4 ساعات أعتقد أنها كافية، بدليل أن احنا في رمضان لما بيبقوا 3 ساعات بننفذ نفس الحجم، فمش محتاجة 4 ساعات، لأن ده معناها أنه إيه، الناس هتشرب شاي وقهوة أكتر، هتدخن أكتر، لكن اللي هيشتغل هم نفس اللي هيشتغل في 4 ساعات هيشتغل في 5 ساعات، خاصة أنه في الآخر أنت البضاعة مش كتيرة قوي، أنت كل اللي عندك 212 أو 214 شركة شغال عليهم، حتى عددهم قل وما زادش غير 2، وفي حاجات ممكن تمشي قريب من السوق، في حاجات بقت غير ناشطة بحكم ظروف أنها بقت نسبة التداول الحر فيها ضعيفة جدا يعني. فأنا أعتقد أنه قرار مش في محله، يعني ما يبقى عندي 300 شركة 500 شركة ماشي، لكن النهاردة إذا كانت 3 ساعات في رمضان بتعمل نفس اللي بيعمله في 4 ساعات، ليه يعمل 5 ساعات؟ تمام. طب ماذا يحتاج إذن السوق في المرحلة القادمة كي تحصل عملية انتعاش للسوق مرة أخرى هنا في مصر؟ هو السوق يعني إمكانيات الانتعاش موجودة، بس زي ما قلت لك غبار الأزمة اللي موجودة في المنطقة هي إيه اللي مسيطرة عليها يعني.
فهي أهم حاجة أن الأزمة دي تنقشها في نفس الوقت، أنه لابد أن مناخ الاستثمار يبتد مواجهته بنفس الطريقة اللي بنواجه بيها الباعة الجائلين وعدم الانضباط اللي موجود في الشارع. نخش بقى بقوة على تشريعات الاستثمار المخلة بالاستثمار، ونبتدي يعني نحط قدامنا تشريع وبقدر الإمكان نلغي كل ما عداه اللي بيها يبسط الأمور ويسهل الأمور، ونستفيد من تجارب اللي موجودة حوالينا، لأنه ده مهم جداً. وتبقى الإصلاح المؤسسي اللي اتقال عليه بقى ضمن وزارة التخطيط يتعمل بسرعة شديدة، إن كل وزارة تحدد الخدمات اللي بتقدمها إيه المطلوبات لها بدقة وتعلن وتخلص إمتى، لأن هي مشكلة الناس دلوقتي الوقت. طب كان هناك تراجع، يعني عودة إلى يعني أداء البورصة اليوم بشكل عام، كان هناك تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة اليوم، يعني تقييمك لهذا المؤشر ونقاط الدعم والقوة في هذا المؤشر؟ بص، أصل هو المؤشر المعاناة اللي فيه يمكن هو عشان هو المؤشر الرئيسي اللي بيستحوذ على أكثر من 85% من تداولات اليوم، عشان كده هم مسمينه المؤشر الرئيسي رغم أنه بيتضمن 30 شركة، بس هم الأكبر من حيث رأس المال السوق. يعني في ظل الجو اللي احنا فيه الضبابي ده صعب تحديد نقاط دعم أو مقاومة. هو حاليا مفروض أنه في منطقة دعم يعني اللي هي 8300 فنيا، لكن هل الأمور اللي اتكلمنا فيها السياسية والجيواقتصادية والكلام ده كله ممكن تسعف ان احنا ده، ولا ممكن نكسر لنقاط دعم تحت اقل، ولا ممكن نتحرك منها للنقط اللي احنا كنا عندها مثلا يوم 12/6؟ الامكانيات موجوده للصعود، لكن الغبار اللي موجود يختفي، هتلاقي كل الكلام ده كله بيتحرك لاعلى. طيب، يعني خلينا ننتقل ايضا الى نقطه اخرى. وزير الاستثمار كان له هناك تصريحات له بيقول ان هناك توقعات بان تبلغ نسبه الاستثمارات في مصر 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، يعني امكانيه تحقق ذلك، واذا حدث كيف سيؤثر على البورصه المصريه؟ طبعا هي مصر تحتاج لأكثر من ذلك كمان، يعني لأنه كان على 10 مليار دولار أعتقد أنه رقم بالنسبة لاحتياجات مصر أقل، لأن ما نيجي نبص إحنا عندنا الادخار المحلي في مصر أقل من 10% السنة الماضية، وإنت عاوز تعمل استثمارات في حدود 30% من الناتج المحلي، يبقى ما فيش بديل قدامك لتغطية الفجوة إلا استثمارات خارجية. يعني أنت كده هتبقى محتاج يعني بالتقريب كده في حدود من 25 ل 30 مليار دولار. فإذا النهاردة 10 مليار دولار أنا شايف أنه رقم أيضا متواضع، يعني مش رقم كبير محتاجه الاقتصاد المصري، لكن القيد الوارد عليه أساسا هو مدى قدرة مصر على توفير الطاقة أو احتياجات المشروعات للطاقة، لأن احنا عندنا أزمة فيها، هي دي اللي ممكن تهدد أي فرص للاستثمار في الفترة اللي جاية. وبالتالي هنا يجب أنه إذا كانت عندنا في مشكلة في مصادر الطاقة لابد أن تتوافر نقد أجنبي لشراء أو استيراد العجز فيه، زي ما بيحصل في اليابان وفي دول أخرى. يبقى هنا لازم أعمل عندي استراتيجية تشجع على التصدير بكثافة، لازم أهتم بالسياحة عشان أقدر أجيب موارد نقد أجنبي بسرعة، لازم النهاردة أتحرك مع المصريين في الخارج وأزود تحويلاتهم، دي كلها عشان خاطر أقدر في الأجل القصير أحل مشكلة أزمة الطاقة. تمام، يعني كان أيضا هناك وزير الاتصالات نفى أن يكون هناك تأجيل للرخصة الموحدة إلى سبتمبر القادم، قال أن أيضا سيتم إطلاق الرخصة في موعدها في أول يوليو المقبل. يعني هناك الأسهم الاتصالات الموجودة في البورصة، هل يمكن أن يؤثر ذلك على هذه الأسهم أم لا؟ والله يعني أنا شايفش فاش قادر أفهم رخصة جديدة للمحمول، لأنه أصلا الشركات اللي موجودة الثلاثة بتعاني، فبالتالي لما هيجي لهم رابع اعتقد هيشتغل على مين؟ هيشتغل على الزبون اللي موجود عند هذه الشركات، وده برضو احد اعتراضات الشركات انه الكيكه هتتباع متوزعه على ثلاثه هتتوزع على اربعه، وهي متوزعه على ثلاثه في خسران لبعضها. في ممكن بعضها ممكن بيحقق ارباح، وفي شركه ما نعرفش عنها حاجه خالص. فلانها مش مقيده في البورصه، او في شركتين مش مقيدين يعني كمان. لكن المساله كلها يعني اعتقد انه لازم يتخلص من الشركة المصرية، تخلص في حصتها في شركة المحمول اللي هي مشاركة فيها بنسبة 45%، فهل الوقت هيسعفها تبيعها بسعر مناسب يقدر يعمل لها أرباح رأس مالية وفرها سيولة؟ نتمنى ذلك، يعني هم قالوا أنه خلال سنة مفروض يخلصوا من هذا الإجراء. يعني أيضا نعود مرة أخرى إلى أداء البورصة المصرية، يعني كان هناك قطاع العقارات اليوم كان هو متصدر أو جاء في المقدمة بالنسبة لحجم التعاملات، يعني هل هذا نشاط لهذا القطاع أم أنها حالة مؤقتة فقط؟ لا هو ده الوضع الطبيعي للبورصة، أن القطاع العقاري هو القطاع الرئيسي أو الأول دائما على مستوى العام، ممكن في بعض الأوقات تجد الخدمات المالية تيجي أول لظروف خاصة بيه،
لكن بترجع تاني يرجع يسترد مكانته يعني. فهو دايما باستمرار أول القائمة، فبالتالي هو مفيش جديد بالنسبة له يعني. بالنسبة أيضا لقطاع الخدمات ربما جاء في المركز الثاني بعد قطاع العقارات، أيضا كيف ترى؟ هو دايما عندنا كده العقارات، خدمات مالية، الاتصالات، دول دايما الثلاث قطاعات اللي إيه تلاقيهم في بداية المراكز يعني، يتبادلوا ساعات المواقع مع بعض. ممكن ساعات ففي صفقات تنقل لك قطاع زي الصناعة الغذائية فجأة اللي في صفقة كبيرة تمت، فدي بتبقى بتاعة وقتها. فأنا شايف الترتيب ماشي بشكل منطقي يعني. يعني أيضا كان هناك ارتفاع للأسهم الصغيرة والمتوسطة في البورصة اليومي، كيف تنظر إلى هذا الأمر وأهمية هذه الأسهم؟ يعني هذه الأسهم زي ما قلت لك لا تمثل يعني تداولها اليوم لا يمثل أكثر من 15% من قيمة التداول، وحتى حجم الصعود برضو فيها كان مش كبير 36%. تمام. ما ننساش ان المؤشر كان يوم 12/6 اللي اتكلمنا قبل كده كان 608، دلوقتي 592 نقطة لسه نازل يعني. يعني في نهاية هذه الحلقة بشكر حضرتك الأستاذ عيسى فتحي خبير أسواق المال، شكرا لحضرتك جدا. أشكركم، كل سنة طيبين. يعني مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج مؤشر النيل، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، شكرا لكم وإلى اللقاء.